إذا بغى يخالف النبي ويعمل بدعة يعمل سوها. ليش ما كفاش النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يعقد التسبيح بأصابعه ويقول سبحوا بهن فإنهن مسؤولات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فهذا الأصابع لما نسبح بها هي تشهد لنا عند الله تعالى، والحجر ما يشهد لنا ولا السبحة ما يشهد لنا. في النبي من لم يكفيه هدي رسول الله فلا كفاه الله، لما كفاش سنة النبي وسنة الصحابة فلا كفاه الله. فلا السبحة هذه النصارى هذه ما للإسلام أبدا. وأخبركم بقصة مضحكة ومبكية. أنا كنت في حميان مشارف في الجزائر، وكنت تجاني متشدد، فجاني واحد اسمه أبو مدين شايب وأنا أقول صغير ما عندي لحية. قال يلا يا شيخ قوم نصلي. قلت له صبر شوية حتى يتمكن الوقت. قال لا الوقت تمكن. قلت له عارف ولا أنا عارف، أنا هذا شغلي أنا تخاصم معايا. قال لي ما عندك حروها تريه قدام روح أطلع روح طردني. أخذت سبحتي أنا وجهتها مثل مكحلة هكذا نخيمته وعطيته بها طرقة. راح هو في ذاك النهار أفضل أني أقل لي عنده الناقة الحمراء ضاعت راحت. جري جري آه يا سيدي محمد قطعت في خديمك والناقة الحمراء ضاعت. قلت له وش تسوي لك أنت تعديت علي وراحت. قال من فضلك غير غير عمل لي شي حاجة لعلها ترجع ولا رجعت أبدا. فها سبحانه اتخذناها مثل وثن نعبدها فهي وجهتها لذاك الخير. فهذا البدع ما يجي منها الا شر.